اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فتره اخباريه جديده على شاشه النيل الاخبار، نناقش فيها ابرز الاحداث والمستجدات على الساحه المحليه والعربيه والدوليه. في فتره اليوم نناقش الدعم المصري المتواصل للاشقاء العرب والذي يتجلى في الكارثه الطبيعيه التي حلت بالاشقاء بليبيا جراء اعصار دانيال والذي حصد الالاف من القتلى في مدينه درنا على سواحل شرق ليبيا. وقد ضربت العاصفة دانيال في 10 سبتمبر شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة، وكذلك أثرت بشكل واضح على كافة مجريات الحياة في مدينة درنا، وهو ما استدعى معه بالطبع أن تهب مصر لمساعدة الأشقاء في ليبيا بكافة الطرق الممكنة. وبالطبع تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت الى ليبيا حامله المروحيات من تراز مسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الاعصار في ليبيا. وكان الرئيس السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه قد وجه باستمرار تقديم الدعم وقد دخلت عمليات البحث على الاف من المفقودين جراء الفيضانات في ليبيا اسبوع ثاني وسط تضاؤل من الامال في العثور على الناجين ومخاوف من انتشار الاوبئه عقب الفيضانات التي اودت بحياه الالاف من سكان المنطقه. وقد بدات السلطات في عمليات تطهير المدينه التي تعاني ايضا من نقص حاد في المياه النظيفه وخطر الالغام وغيرها من الذخائر التي نقلتها السيول. في غضون ذلك لقي 4 أفراد من فريق إغاثة يونانية مصرعهم في حادث سير بعد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات العارمة. هذا قد افادت وسائل الاعلام الليبيه ان نحو 900 مبنى اي نحو ربع مدينه درنا تحطم جراء الاعصار الذي ضرب شرق البلاد قبل اسبوع. في غضون ذلك اعلنت الامم المتحده ارتفاع حصيله الضحايا في المدينه المنكوبه الى 11300 قتيل، فيما لا يزال نحو 10100 شخص في اعداد المفقودين حتى الان. فيما يتضاءل الامل في العثور على احياء بين الاف المفقودين بعد 6 أيام على الكارثة التي سببها الإعصار دانيال، ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنا في شرق ليبيا إلى 11300 قتيل وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في تحديث للحصيلة نقلا عن الهلال الأحمر الليبي. ولا يزال أكثر من 10000 آخرين في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة جراء الإعصار دانيال الذي أودى بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنا. وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا. وتسبب الإعصار الذي جاء مصحوبا بأمطار غزيرة في انهيار سدين، مما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر مدينة درنا بصورة خاطفة، فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقع آلاف القتلى. وبعد مرور نحو أسبوع على الإعصار الذي ضرب شمال شرق ليبيا، لا يزال الوضع الإنساني قاتما خاصة في درنا، فالمدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بالمياه، وقد أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم مياه ملوثة. أما المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة فقد حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام. ينضم لنا هاتفيا دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. دكتور محمد برحب بحضرتك. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه دكتور التحرك المصري الكبير وتقديم كافه اشكال الدعم الممكن للاشقاء في ليبيا الحقيقه ضرب مثال كبير جدا ان مصر دائما ما تكون هي الشقيقه الكبرى لكافه الدول العربيه وتهب الحقيقه دائما لمساعده الاشقاء في كل مكان. والحقيقه ليبيا هناك تحرك مصري كبير جدا لمحاوله انقاذ ما يمكن انقاذه ومحاوله تقديم كافه اشكال الدعم اللازم. طبعا يعني مصر يعني لم يعني تتوانى عن شكرا لحضرتك. كذلك الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. باذن الله بعد قليل يتجدد معكم في بانوراما اخباريه شامله على شاشه النيل الاخبار. الى اللقاء.